شاركت فرقة التنورة التراثية بعدد من العروض الجميلة، وكان فيها إقبال كبير جدا من كل جمهور مهرجان العالمين. الفعاليات ما زالت مستمرة في العالمين، والمتابعات كمان للفعاليات دي سواء ثقافية رياضية فنية كله بننقله لكم أول بأول. تعالوا نشوف التقرير اللي معانا عن التنورة. مظاهر الفرحة ما بتنتهيش هنا في مدينة العالمين الجديدة وداخل مهرجان العالمين. فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لأصول الثقافة والمظاهر الاحتفالية الجميلة اللي انتوا شايفينها في المنطقة الترفيهية، فعالية من أهم الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الأسر والأطفال اللي مبسوطين، حالة من البهجة، حالة من الفرحة موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا بينا نعيشها. ويا حلوة جمالي هبشو والهبشة جات من عبس. طبعا احنا تاني مرة في النسخة التانية على التوالي بنشارك في مهرجان العالمين. طبعا شفتوا التنوره وشفتوا العرضه، طبعا قد ايه الناس متفاعله مع الجمهور وازاي التنوره متفاعله مع الناس والناس حابين الاجواء دي. طبعا احنا بنعتمد على المزمار وعلى الانشاد والاغاني الشعبيه والتنوره بالالوانها الجميله زي ما احنا عارفين. طبعا وزاره الثقافه بصراحه كل يوم بتقدم عروض في مدينه العالمين الجديد في مهرجان يعني اكيد ومن اكبر المهرجانات على الشرق الاوسط. كل يوم في عروض فنيه وزاره الثقافه بتقدمها، وزاره الثقافه دايما تسعى على وجودنا بصفه مستمره، فرق فنون شعبيه، فرق التنوره، في الكلور. احنا عندنا بصراحه ثروه من الفرق الفنيه وزاره الثقافه المصريه، والدكتور احمد فؤاد هنو بصراحه دايما حريص ان احنا يكون وزاره الثقافه موجود في المهرجانات الدوليه، والحمد لله ثبتنا وجودنا والحمد لله تمام. بسم الله ما شاء الله، يعني الاجواء جميله جدا جدا وكلنا الحمد لله مستمتعين والناس كلها مستمتعه والحمد لله. لا بسم الله ما شاء الله، احنا مشتركين من السنه اللي فاتت في الاجواء دي، كل سنه بتزيد الحمد لله، يعني والاقبال بيبقى كويس. حاجة حلوة، الأجواء كلها جميلة والجو جميل والمهرجان السنة دي حلوة قوي، يعني كل حاجة حلوة. أجواء جميلة كلها ومفرحة ومبهجة، وأكتر حاجة عجبتني التنورة والجو كله والعالمين كلها جميلة ومدينة جديدة وكلها حلوة، اللي هيجي هنا يتبسط. ترى حاجة جميلة قوي، ما كنتش متخيلة إن هي بالجمال كده، بس شفنا كتير في التلفزيونات بيشجعونا إن احنا نيجي وبسطنا والولاد اتبسطوا ومبسوطة ان مصر فيها مكان زي دوت. يعني لا حلوة قوي الفرق، حلوة قوي ولذاذ جدا، واحنا واقفين ومتفاعلين معاهم ومتسليين، ولا بجد بالتوفيق. وانا متفاجئة بصراحة من الحاجات الجميلة الموجودة النهاردة، احنا بقالنا اسبوع تقريبا كل يوم بنيجي. قد ايه التنوره بتبقى مبهجه سواء بالوانها او بحركاتهم، وبتخلي كده كل الناس اللي واقفين حواليهم عايزين يشاركوهم، وكل واحد فينا بيبقى سعيد لما بيقرب منها او ان هو بيعمل نفس الحركات الاستعراضيه. محمود جميل عمل تقرير حلو جميل فعلا في القصه دي، يعني اعتقد ان هو نقل لنا الصوره بشكل حي واقعي ازاي الفن المصري الاصيل ده اتفاعل معاه كل الجماهير هناك في مهرجان العالمين.